سعيد جدا بلقائكم أعزائنا المشاهدين مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فينما كنتوا فينما توجدتوا. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة وعدد جديد دائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا. بعد لحظات إن شاء الله نتلاقاو مع حالة السيدة فتيحة من نواحي مدينة الجديدة. السيدة فتيحة اللي عانت من مشكل السحر المأكول، أكيد هذا المشكل اللي كيعاني منه عديد الأشخاص، فأكيد أن السيدة فتيحة تحدثت على المعاناة ديالها مع مشكل السحر، أيضا تحدثت على كيف أنها ولله الحمد من بعد ما طرقات عديد الأبواب القد ضالة ديالها في مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية واستعملت جرعات المكملات الغذائية وهي اللحظة في تحسن، وغتحكي لكم التفاصيل ديال المرض ديالها إضافة أيضا تفاصيل تحسن ديالها خلال حلقة اليوم، فتابعونا. السلام عليكم، أنا فاتحة مدينة جديدة، كان عندي سحر، كان عاني بالمس، عندي توكال، واليوم جد خضيت الدواء واليوم شوية الحمد لله. أبدأ عندي أشي 17 عام هو عندي، كنت كنحلم الحلم مجعيز، كنت كنشوف حوايج خايبين، وكنت قجف، ودركا ملي خديت الدواء الحمد لله نحمد الله ونشكره، ما بقيتش كنحلم داك الحلم الخايب، وما بقيتش كنغوت في الليل وعظامي يخفوا عليا، وكنت محنه بزاف، وكنصح الناس اللي مراضين بحالي وعندهم المس السحر يمشيو عند الدكتور الهاشمي يجيبوا الدواء، راه الدواء ديال الدكتور الهاشمي راه حسن من الدواء ديال الطبيب، راه في النتيجه. كنشوف بحال كيكون عندي شي حاجه وكيجيو يقلعوها ليا، بحال كيقجفوني حوايج خايبين كنت كنشوف في الحلم ديالي. ودركا ملي خديت هاد الدواء بديت كنشرب فيه ضروني عظامي ولاو كلهم مضاريني، عاود شويه ملي بديت كنشرب في الدواء وليت ملي كنشعل الرقيه كنبقى نتصنت ليها، ملي كتبغي تسالي شي حاجه كتخرج ليا من فمي، مع شي ربعات الليلات ولا خمسه وانا بحال ما هكاك. ودركا مابقاش فيا داك الشيء، كنحمد الله ونشكر مابقاش فيا داك الشيء ديال داك الشيء اللي كيخرج ليا من فمي. الصحه ديالي دركا شويه بديت كنتحسن، مابقاش كنت في الاول مابقاش كنحمل نهضر مع الناس، كتجيني قلق، وكان عندي الوسواس القهري، ودركا شويه الحمد لله بقاش ككت نحمد الله ونشكره. ديما فيا الوسواس، ديما كان عندي الوسواس، حتى كان عندي السحر وداك السحر دار ليا الوسواس اثر عليا، ودركا شويه دركا الحمد لله ملي جات هاد الدواء شويه نحمد الله ونشكره. كنشوف شي حاجه بحال شي حاجه بتقجفني، شي حاجه باغا تقجفني في المنام، ملي كنوض ما كنلقى حتى حاجه، وكيعطوني شي حاجه وكيرجعوا يقلعوها ليا. ودركا شويه الحمد لله دركا ملي خديت الدواء شويه مبقاش ككت، وكنشكر الدكتور الهاشمي وكنشكر الناس اللي خدامين معاه، وكنشكر الطاقم التقني، الله يعطيهم الصحه حتى الله يعطيهم ما تمنوا، الله يعطيته وصحيحته ونفع الناس بهاد الدواء، الله يجعل ربي يشوف فيه، الله يجعل ربي يعطي ما تمنى. كنت كنتفرج التلفازة وكنشوف الناس كيتشافيو، ايوا بقيت انا كنشوف كنتفرج كنبغي نمشي ما كنلقاش باش نمشي، بقيت كنتسنى يا تكتير عاد مشيت خديت الدواء. في الاول ما كنتش نطيق، واني على الاخر وليت كنطيق، على الاخر صافي عرفت ان داكشي كاين، داكشي حقيقه، بزاف ديال الناس كيتشافوا عنده، والدواء ديالو زين، كيقول لك كذوب، وما داكشي ما كذوبش، داكشي صحيح حقيقه، ما قالوا حقيقه كانت حقيقه، ما كيبغوش الانسان داكشي، علاش كيديروا بحال ما هكاك. انا تعذبت في حياتي، تعذبت بزاف، عوكلوني وليت كنبقاش كنعقل، وليت كندور ضايخه، وليت شحال من حاجه، شحال من حاجه مابقاش كنعقل عليها، وتبعت مع الطبيب وما جابش الله، مشيت على الطب وما جابش الله، مشيت على الطلبه وما جابش الله. ملي خديت هاد الدواء الحمد لله نحمد الله ونشكره، هاد الدواء راه زين، بانت ليا فيه النتيجه،
وراه كنمشي عند الطلبه كيقول لي دير لك فلان وفلان، وانا ما كنطيقش، كنقول خلي من الله اللي داير شي حاجه خلي من سيدي ربي، ما عندي من داير لي والو، سمح لي. انا قال لي سمحي لي، نسمح لي، ما كاين حتى مشكل، حداش اليوم دنيا وغدا اخره، واخا تعدت ماشي مشكل، طلب مني السماح نسمح لي، واخا مش كاينش مشكل انا وحشومه عليهم، ما خاصهمش يديروا الناس حلمكوك، ما خاصهمش ياذيو الناس، حداش الدنيا راه ما فاتش شي حاجه، راه اليوم دنيا وغدا اخره، ما عمر خوك تادي غالي على الخير، كاع اللي بغى شي حاجه الله يوصلو لها، اللي بغى وليدات الله يعطيهم لي، اللي بغى صحيحته الله يعطيها لي، الانسان ما خاصوش يكره خوه، على حساب اش انا تعذبت اش انا عذبوني، والله يغفر لي، والله يجعل سيدي ربي يصبرني، والله يجعل سيدي ربي يعطيني ما تمنيت، هادشي اللي كنطلب، الله يجعل سيدي ربي من هي حاجه ضاعت ليا بغيت الله تبارك وتعالى يعوضها ليا بجاه الله، تمحنت وتعذبت، الله يجعل سيدي ربي يكون هاد الدواء يكون عليا خير وراحه باذن الله تبارك وتعالى، نشكر الله تبارك وتعالى ونشكر الدكتور الهاشم، الله يحفظه الله ينصره، الله ينقي طرقه من الشوك، الله يعطيه جنه الفردوس، الله يجعل ربي يحفظه، الله يجعل ربي يستره، الله يجعل ربي يحفظ لي وليداته ويحفظ العمار، يحفظ الناس اللي خدامين مع بنات وولاد، الله يجعل ربي يعطيهم صحيحتهم كي جاو عندنا شاقين ومتعوبين، الله يجعل ربي ينقي طريقهم من الشوك، يا ربي امين، يا ربي تسترهم دنيا واخره، كنشكر الله تبارك وتعالى هو الاول، كنشكر الدكتور الهاشمي عطانا هاد الدواء نفع به الناس، كاع الناس اللي كتاخذ هاد الدواء كيجيب الله الشفاء، لا اللي مريض ولا اللي عنده سحر ولا اللي عنده توكال، كاع اللي عنده شي مرض، وكنشكر البنات اللي في المركز، وكنشكر الاولاد، كنشكر جميع الخدامين عنده، والله يعطيهم صحيحتهم، والله يعطيهم ما تمنيو.